نجمو نعتبروا مجدي الخليفي رجل الاكثر كرها نقولوا من قبل الاحبين اللي في لا لا, لا 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 سي با فري يمكن على الفيسبوك ما عندكش فكره كميه لا لا ما قلت لك على الفيسبوك وعلى الكلافي ورا الكلافي سولمون ورا الكلافي خاطر ندور في البلاد الكل حتى بحكم المهنه نتاعي تمشي للستاد ما تشوف الكلوب موجود بطبيعه الحال ندور في المقابلات الكل في البلاد ندور على سقايه في الواحد الكل ما عادي جدا بالعكس معناها العلاقه ممتازه وممتازه جدا حتى حتى بالاشخاص المعروفين المتشدين لزول ترام تاع الكلوب افريكا علاقتي بهم ممتاز ورالك لافي موضوع اخر نزيدك الاشكاليه اخرى نحن في العرب بصفه عامه يظهر لي ما نحبوش يكون يتحمل مسؤوليته خاطر لي ما جضيه نتاع مجدي الخليفي اللي يغزروا لها ياسر كان يرجعوا يعاودوا يشوفوا اش يلقاو يلقاو مجدي الخليفي موجود تقريبا من 2010 لتو مجدي الخليفي وقت للكلوب افريكان تبدا ماشيه وتحقق في نتائج باهيه وممتازه مجدي الخليفي ديما يعمل خطوه التالي يخلي الاضواء لغيره بقيه الاعضاء الهيئه المديره ولا الهيئات المديره اللي خدمت معاهم مالوروزمون كي تصير ازمه في النادي الافريقي الناس كل تخبي وجوهها انا ما تعودش نخبي وجهي تعلمت نتحمل مسؤوليتي دونك وقت اللي الناس تخبي وجوهها وقتها يراو مجدي الخليفي افورس انه جات عده ازمات دونك العباد بدات في مخاخه تربط مجدي الخليفي دونك يراو مجدي الخليفي راو ازمه ورغم النصائح في اللي تسالت والحكايه هذه الكل في بالي بهم معناها كنت النجم نظهر كان وقت الربح كما ياسر عباد ظهر كان وقت الربح واسميها تربطت بالربح لكن لا انت كمسؤول المسؤول الصحيح هو وقت الجمعيه نتاعو في ازمه انه يخرج ويتحمل المسؤوليه نتاعو ويظهر لي حتى في الازمه الاخرانيه وقت اللي مجدي الخليفي وخر شويه التالي وما تكلمش يظهر لي كسوا علام كسوا الميساجات اللي تجيني من عند الجمهور وينو اخرجوا تكلموا اخرجوا عتيه اخرجوا 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 ثبتوا لي تو انا كان خرجت وقت ازمه نولي انا المصدر نتاع الازمه اي سورتو عندنا اشكاليه اخرى اذا كان انت خرجت تحكي على دوسي سيد ولي انت المسؤول عليه الدوسي هذاك انت خرجت تفسر في الدوسي ولي الدوسي خدمتك انت خليني في الانتقادات اللي قلت تو نجيهم بعض الدوسيات اللي قلت ورا الكلافي ظل الانتقادات هذه علاش متشبث بالبلاصه ما هو خذ سايب عليك من وجع راسك لا لا, لا, لا. مانيش حاجتين لهنا نحب نوضحهم اولا مانيش متشبث بالبلاصه الحاجه الثانيه يظهر لي الرئيس نتاع النادي خرج ولاخر لحظه في الانتخابات نتاعو المرضيه لاخر لحظه ما حبيتش نكون موجود في البيرو تبقى زاده نحن كي دخلنا في النادي الافريقي صناء ولازمنا نكونوا متناسقين افكارنا متناسقه مع بعضها كي دخلنا في النادي الافريقي صناء اول ندوه صحفيه عملناها اول ديكلاراسيون عملتها قلت انه الهدف الاولاني نتاع النادي الافريقي ونتاع الهيئه ذي هو خلاص الخطايا خلاص ديون النادي الافريقي وان لو كان نهزوا بطوله وما نخلصوش الخطايا نتاع النادي الافريقي راو تنجموا تعتبرونا هيئه فاشله باش نبداو دونك نحن من الاول عباره على واحد داخل الحرب دونك مش معقول في شطار الحرب باش يعطي بظهره الفريق ويخرج وكي ندخلوا في حرب من نوع ذي ونعرفوا الكم نتاع المشاكل الموجود دونك نعرفوا انه باش تكون وباش نواجهوا انتقادات كبيره من جماهير النادي الافريقي خاطر الجمهور الذاكره نتاعو ضيق الذاكره نتاعو ضعيفه اش معناها الذاكره نتاعو ضعيفه هو المواطن العربي بصفه عامه الذاكره نتاعو ضعيفه دونك باش يسال باش ينسى المشاكل هذيا وقتاش وكيفاش وباش يشد الاخراني معناها اللي يقعد في الدار يدي الكريك كيف ما يقول دونك مش معقول انك تبعد على الفريق نتاعك وقتها يمكن يغزروا لك اي هكر تحت من المشاكل لكن ريالمون بعد ما تريد النفوس باش يقولوا لك اهرب وانا مانيش متعود على هروب هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه راهو عم ناول كي بدينا العام راهو بدينا عندنا ديون تجاه اللاعبين والفيفا بدينا بالا 34 مليون دينار هذايا بدينا بهم الهيئه المديره هذايا دونك كي نبداو السنة صرحت قبل الشمس قلت 20 برك لا لا وقت اللي نهار اللي جيت للشمس وقتها ثم ملفات خلصت وثم ملفات تحت بالجيستيون خاطر هذوما الملفات هذوما رام يتحركوا رام المونتون يطلع ويهبط كي البورصه مثلا توا في الوقت الحاضر عندنا انوتر ليمون اللي خلى الديون نتاع النادي الافريقي تنزل شويه المده اللي فاتت هو انه الدينار عاود طلع خاطر اغلبيه الديون بالدينار وبالورو دونك يطلع الدينار والورو الدين يطلع كي يهبط
دونك 50 اكثر من 50% توا من الديون نتاعنا خلصت.